كافي اليتيم الطبعة الثانية أو الثامنة لحملة سنابر الخير، مبادرة تهدف لتوفير نحو 12 ألف قفة رمضان و 4000 كسوة عيد للأيتام في هذا الشهر الفضيل. إطلاق حملة سنابل الخير والتي هي في طبعتها الثامنة والهدف إلى جمع أكثر من 14 ألف قفة وأكثر من 4500 كسوة عيد لفائدة الأيتام والأرامل المسجلين. طبعا حملة سنابل الخير كباقي الحملات التي تعتمد أساسا على جهد المتطوعين وعلى دعم المحسنين ومشكورين على ذلك، بالإضافة إلى العمل على مستوى المساحة التجارية فاميلي شوب والطوب شوب، وهم أيضا مشكورين على ذلك. جينا نعاونوا خاوتنا تاع الأيتام، أنا نشكر الناس اللي راهم واقفين معانا هنايا وبارك الله فيكم. السنة الثامنة على التوالي والمبادرة هي بمثابة إعطاء الفرصة للفقراء والمساكين باش يجوزوا رمضان بصفة عادية كما كامل فئة المجتمع، يعني يعطيو لهم قفة رمضان. مبادرة جميلة جدا، العملية على قدم وساق، صافي بليزي نشوفوا مبادرات مثل هذه، وربي يوفقهم وربي معهم إن شاء